إن شاء الله راح نتكلم عن الشهر الثالث بعد الولادة. يبدأ الطفل في هذه المرحلة بالتعبير عن نفسه بالركل والمسك والابتسام أو ما يسمى بالمقاقات، وذلك كرد فعل تحركات الأم. كما تزداد القدرة الإرادية لدى الطفل في الشهر الثالث بالتناسيق الحركي أو التنسيق الحركي بين الأيدي والأعين، فتستبدل ردة الفعل المسمى بردة فعل الرقبة، ويستطيع الطفل في هذه المرحلة أن يبقى مستيقظا ومركزا قليلا، وأن يبقي رأسه في موضع واحد لفترة قصيرة من الزمن، وهو تركيز مبسط جدا من الطفل، بداية محاولة الطفل بالتركيز لمناطق معينة، ويستطيع أن يرضع وينظر حوله في ذات الوقت. أتمنى منكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. هذه أهم الأشياء الموجودة في الشهر الثالث.